السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبكم من التكييف اللي ورايا وركزوا معايا. هو الموضوع النهاردة بس خالص، احنا النهاردة هنتكلم عن اوتوديسك بروجكت بلو ستريك. الموقع ده مفيد في ان انا ممكن اكون شغال في مشروع مع ناس في كل واحد في مكان، اللي شغال في اسوان واللي شغال في القاهرة واللي شغال في دبي، فمحتاجين ان احنا مثلا نتبادل المعلومات. يعني مش مجرد ان المشروع موجود على النت وخلاص، لا ده انا محتاج طول الوقت ان انا اتكلم معاه. فباجي هنا اروح كاتب مثلا اي حاجه، بليز شينج ات مثلا، تمام. الكلام ده ميزته ان هو مش هيبقى موجود غير مع الناس اللي موجوده معايا في قلب المجموعه، زائد ان هو ممكن ان انا اسطب برنامج اهوت، بحيث ان انا بحدد المجموعه اللي انا شغال فيها وبنبدا نتكلم مع بعض اكتيفيتي، واقول له اي حاجه انا عايز اقولها له. ممكن ورك شيرنج، نكون احنا شغالين حاجات مع بعض، تمام. فمست البرنامج، مست الموقع او مست البرنامج، والبرنامج ده ممكن يجي ادنس مع الريفت، ان احنا بنتبادل معلومات مع بعض. فطول الوقت مثلا ايه اقول له لا ممكن تعمل لي دي، غير دي، اعمل دي، والمعلومات تبقى موجوده للجروب كله، تمام. زائد ان اي حد مثلا مش موجود في نفس اللحظه بيدخل بيبص كده، اه ده هم كانوا بيتكلموا عن كذا، فالمعلومه توصل له. ف ميزه البرنامج تاني ان احنا ممكن نتواصل مع بعض في فريق عمل حتى لو كنا في اكتر من مكان. يعني معاك سبوبه مثلا وواحد في كل واحد شغال في بيته، فممكن تتواصلوا بالبرنامج دوت، او في الشغل بيبقى لذيذ جدا، بالذات مثلا لو في ناس مثلا مثلا غايبة، فتيجي تطلع على المعلومات تشوف انتوا وصلتوا لحد فين. اتمنى ان انتوا تجربوها، تلاقوه سهل ولذيذ وان شاء الله يعجبكم بإذن الله. اخوكم عمر سليم.